ايش عم تعملي؟ مين هذا الشاب اللي عم تكتبي عنه؟ ما بدي اجاوب، لو سمحتي اتركيني. ما بدك ياني اشوف المسجات صح؟ ماما ما حكيت هيك، بس لو سمحتي اتركيني بحالي، لو سمحتي. شو يعني اطلع برا؟ ماما اتركيني بحالي، ماما لو سمحتي. ماشي شكرا. زيد هو اللي بعتك؟ زيد ما له دخل بالموضوع، أنا اللي بدي أفهم. بدك تفهم؟ آه. عشان تروح تأسفني صح؟ ما حدا رح يعرف إشي. البنت اللي أنت بتدور عليها اسمها دينا، وهي صاحبة أنا أختي. صاحبة أنا أختك؟ وين؟ أنا لازم أحكي معها ضروري. ما رح تحكي مع حدا رائد. البنت ما لها دخل بالهبل تبعك، وما لها دخل بكل اللي صار. كيف ما لها دخل؟ أنا متأكد إنه هي. كيف متأكد؟ ما إلك دخل أنت، بس خليني أحكي معه وهي أكيد تحكي معه. يا حبيب البنت ما بتعرفك أصلاً. لا بتعرفني. اسمع، إذا حدا حكي لك إنه هي هاي أكيد بتكون بنت من مدرسة البنات نشرت الإشاعة لأنه دينا هي اللي نشرت الصور. شو مصلحتها بالله؟ ما بعرف، مشاكل بنات غيري صايرة بينهم، أنا مش فاهم شو الموضوع صراحة. أنا مش داخل مخي إنه أنت كل هذا الموضوع اللي عامله عشان شوية صور. ما كل الناس تصور يا زلمة، مالك؟ موضوع الصور انتهى رائد، خلص المدرسة نسيت الموضوع والطلاب بطلوا يعايروك. شو الاشي اللي مخليك مصر ترجع تفتح الموضوع مرة ثانية؟ انا ما بعرف. شو مالك رائد؟ احكي. انت مش فاهم اشي. انا مش مصدقة. انا ما عم بتشك فيه، انا ما عم بتشك فيه وبتفتش باغراضي. هنا عادي، بس خايفة عليكي. هي خايفة علي من شو؟ عادي، أمك خايفة عليكي، أمك بطلع لها تخاف عليكي. طيب برضو ما بطلع لها تفتش بأغراضي وبتدور وراي. طب لو أنت لهيك شو حكات؟ قعدت تسألني عن الحكي اللي بكتبه على زفت الولد. يا الله، هاي سميرة لإمتى؟ بس لإمتى؟ طبعاً اتخنقنا، بدي أخلص وتزبط موضوع المنحة وأسافر. طب هو عشان يزبط موضوع المنحة أنت لازم تدرسي. خلص القصة بتنحل. ليش انت هيك واثقة؟ تينا انا متأكدة، عندي احساس. يعني طلع في فيديو غير الصور؟ انت عارف لو هذا الفيديو وصل لابوي شو راح يصير فيي؟ طب وهو معك؟ بقدر اشوفه؟ انت هبيلي ورا؟ اه لا، ليش؟ اه لا ليش؟ اكيد مش حورجيك اياه. طب كيف ممكن يوصل الفيديو اصلا لابوك؟
هي بعثت لي مسج وحكت لي اذا ما بعمل الشيء اللي بدها اياه راح تبعت الفيديو لابوي. شو الشيء اللي بدها اياه؟ فادي انت لازم تساعدني. طب انت هاي البنت عمرك شفتها؟ لا. يعني بتعرف شكلها؟ لا 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 لا. طيب طيب معناته بكون واحد من اولاد المدرسة عامل فيك هذا المقلب. لا لا شو بتحكي انت؟ مستحيل. إلنا ست شهور، ست شهور فادي عم نحكي، مستحيل. انا مش معتوه حتى ولد يضحك علي. لا لا لا. اسمع اسمع مني، والله ممكن تصير. اسمع فادي اسمع، يا اما انت بتتصرف يا اما راح اساعدك، راح اساعدك عشان البنت المسكينه هاي. ما عليك دينا، و في بينكم اشي؟ لو سمحت احترم حالك، هاي البنت محترم. بعدين ما لها دخل بمشاكلك، ابعد عنها يا رائد، بلاش يصير مشاكل كثير كبيره. انت ليه مش كاين تقتنع انه اكيد واحد من اولاد المدرسه؟ بتكون مجنون اذا ما اقتنعت انه واحد من اولاد المدرسه هو اللي عمل فيك هذا المقلب. رد علي، وعشان ااكد لك لاقيني بمختبر الحاسوب على الفرصه. راح ندخل المختبر. ما عليك انا بحب. تعرف حدا معه المفتاح؟ بعرف حدا معه المفتاح. خلاص انت شو بدك، المهم على الفرصه لاقيني بالمختبر، لا تنسى. تكمين يا حلم، مش عشانه، عشان هنا أسامك الموضوع بعدين. استنى افتح لك. مالك ولا؟ مش مصدق اللي احنا بنعمله؟ اضطر دخل علينا حدا هسا، شو بدنا نعمل؟ ان شاء الله ما بصير شيء. تفضل. فرجيني شو ممكن تعمل وتتأكد منه. أنا مش ساحر على فكرة. بس هي أكيد في طريقة يا زلمة. ولا لا؟ جاوب، في طريقة ولا لا؟ ولا جاي من نتصفن فيك هون؟ حاول اشوف الايميل مربوط باي اكونت. طب هذا الموضوع بياخذ وقت؟ يعني نص نص. طب ما تفهمنا شو قاعد بتعمل؟ حتى لو شرحت لكم ما راح تفهموا. ما راح تفهموا. شو يعني وانا مفكرني غبي؟ يا جماعه ابوس ايديكم بس مشاكل. انت مش شايف شو قاعد بحكي؟ شو بدك تعمل يعني؟ والله وصاير زلمه.